لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد. وزي ما قلنا في البداية، النهاردة عندنا فقرة خاصة جدا بالتغيرات النفسية للمصريين بعد ثورة 25 يناير. من 10 شهور لحد النهاردة كان في أحداث سياسية واجتماعية كتيرة جدا، سريعة جدا ومتلاحقة. البعض قدر أنه يتقبل التغيرات دي بسهولة والبعض الآخر ما قدرش، بالتالي كان ليها أثر سلبي على البعض وأثر إيجابي على البعض الآخر. النهاردة معانا دكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، هيكلمنا أكتر على وضع المصريين النفسي اليومين دول عامل إزاي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، اهلا أهلا بيك، اهلا بحضرتك. وسهلا. طبعا أول حاجة هسألها لك، لاحظت تغيرات نفسية على المصريين بعد الثورة؟ يعني اول حاجه نقدر نقول انه كم القلق العام والقلق الشخصي بين الناس اكتر، وده زود طبعا المترددين على العيادات وطالبين المساعده بشكل او باخر، لانه اصبح في قلق، والقلق ده من اكتر الحاجات اللي هي تبقى مش مريحة للآخرين. يعني مش حاسس بشكل من أشكال الأمان ولا شكل من أشكال الهدوء النفسي، وده بيعمل مشكلة. ده أكتر حاجة يمكن كانت باينة وظاهرة. الحاجة التانية إنه في ناس مرضى كانوا ماشيين على علاج، ماشيين على حاجة، حصل انتكاسات، يعني برضك من كم الأحداث والتطورات اللي موجودة، ده عامل لنا برضك مشكلة مضاعفة. باينة. يعني العلاقات اللي في داخل العمل أصبح فيها شوية تنشن، أصبح فيها شوية شد، وخاصة إنه فجأة بقت القواعد متغيرة، هو مين اللي يتكلم ومين اللي يسكت ومين اللي يقول إيه، يعني أصبح فيه قواعد جديدة لسه ما استقرتش، وده خلى احتكاكات العمل أكتر شوية. طيب يا دكتور، لو اتكلمنا بقى قسمناها لأجزاء، كل الناس بتتأثر بالتغيير ولا في ناس ممكن أقول مثلا الشخصية دي شخصية قوية، الشخصية دي شخصية أضعف، ممكن التأثير يبقى باين عليها أكتر، ولا كل الناس زي بعض؟ لا، كل الناس هتأثر بالتغيير بس مش كلها زي بعض، خاصة لما بنتكلم على تغيير زي الثورة، يعني تغيير شامل كبير ومتلاحق سريع. يعني سرعة التغيير هي المشكلة، انه امبارح كان في حاجة والنهاردة في حاجة وبكرة في حاجة تالتة، فأصبح سرعة في سرعة مش قادر أواكب نفسي ورا ده. وفي عندنا كلنا، كل الناس عندها مقاومة للتغيير، يعني التغيير بالنسبة لنا مزعج، لانه لما اغير شكلي او اغير اي حاجه فيا ببقى، يعني حتى النهارده لما بنشوف طبعا. واحده ست عاوزه تغير لون شعرها بتبتدي تجرب وتشوف وتسال وتعمل له وبتتأثر الاكل، برضو. وده يعني ايه لون، ايش حال بقى لما هنغير حياه، هنغير نظام، اكيد بيبقى يعني في مقاومه شديده وفي نفس الوقت في خوف شديد جدا. طب التغيير ده بيبقى تدريجي ولا بيحس بيه الإنسان مرة واحدة؟ التغيير لما بيكون سريع بيبقى الواحد مش قادر يواكبه، وهنا ده اللي بيحصل الأزمة. لما بيكون تغيير تدريجي الناس بتقدر تتغير وتقدر تواكبه، بمعنى أنا بطلع سلمة وأقف شوية، بطلع سلمة وأقف شوية وأقف وهكذا، وما أقدر أطلع السلم منهكش، إنما لو أنا هطلع السلم مرة واحدة هنهج غالبا. يعني هنا حصل تغيير فسيولوجي فيا، إن أنا بذلت مجهود مرة واحدة فقلبي بقى يدق مختلف. نفس الحكاية في التغيير المجتمعي، لو أنا هتغير بسرعة أو التغيير اللي حصل عليا بسرعة هنهج، يعني مش هبقى ملحقه، مش هبقى فاهم الحكاية، هبقى متلخبط، هو يمين ولا شمال، هو إيه الحكاية، فده هيعمل لي لخبطة. لو تغيير يعني بطيء أو يعني كل خطوة بتاخد درجتها مش هيحصل كده، هيحصل نوع من أنواع التأقلم ونوع من أنواع الاندماج مع ما هو جديد. يعني حسب شكل وقدر التغيير ده عامل ازاي، ولا حسب كل انسان درجة يعني مقاومته للتغيير هتكون عاملة الاثنين ازاي؟ الاتنين مع بعض. الاثنين مع بعض، سرعة التغيير والشخصية، الشخصية أيضا اللي بتستقبل التغيير، إذا كانت الشخصية دي زي ما نقول شخصية قوية قادرة على الاستيعاب، مش شخصية من النوع يعني مثلا أصعب الشخصيات للتغيير أو قبول التغيير هي الشخصية الوسواسية، الموسوسة، يعني اللي عاوزة كل حاجة متعودة عليها، هي زي ما هو ده كده، عشان اغير حاجه جديده ما ينفعش، انا بحط قميصي في مكان معين، بحط مفاتيحي في مكان معين، لو حطيتها في مكان تاني اقلب البيت وابقى مش طايق حد واخره، فده على مستوى مفاتيح، فمالك بقى مستوى تغيير كبير. الشخصيه دي بتبقى اصعب في التغيير، بتبقى مقاومه للتغيير، ففي شخصيات هيبقى عندها مقاومه في التغيير شديده جدا وانزعاج من التغيير
اشد من اي حاجه، وبالتالي دايما. واحنا اصلا كشعب مصري التغيير السريع مش مريح لينا، لانه اصلا احنا بلد زراعي، بلد الفلاح عارف هو بيحط القمحه وبيعمل فيها ايه وخطواتها ايه ويقعد يستناها وهو الاخر. فبالتالي التغيير السريع ما هوش مش مريح متعودين بالنسبه عليه لنا، وصعبه. مش متعودين عليه. دكتور، اول ما سالت حضرتك لاحظت ايه على المصريين بعد الثوره، قلت لي حاسين بالقلق، يعني التاثير هنا كان سلبي مش ايوه ايجابي. ايوه اقدر اقول ان ده على الكل؟ اغلب الناس، لانه هنا القلق انه قلق انه القلق عباره عن ايه؟ انه انا مش عارف اللي جاي ايه، فبتوقع في اللي جاي انه يبقى أسوأ او يبقى حاجه وحشه، لان مش عارفه، مجهول. اي حد بيخش خوف من اوضه المجهول ضلمه يعني. بيبقى مش عارف ايه اللي فيها، بيخاف او بيقلق. فهنا نفس الشيء، انه الامر مش واضح بالنسبه للناس. لو الامر بقى اصبح واضح، وكل ما يتضح الامر الناس تهدى او الناس تبتدي. زائد انه في يعني قلق موضوعي، بمعنى مثلا في الايام اللي فاتت كانت مساله الامن، لانه مش عارف مين اتخطف ومين خطفوا منه عربيته ومين مش عارف كسروا ايه ومين عملوا ايه. فعلا. فده في حد ذاته نوع من انواع انه لازم الناس تقلق ولازم الناس تخاف ولازم الناس ففي نوع من انواع الحاجه الموضوعيه اللي بتحدث بتخلي الناس تبقى قلقانه قلق في محله مش من بالظبط المجهود بالظبط. فقط. وفي طبعا انواع تانية. في انواع طبعا من القلق تانية بتبقى اللي هي الانواع اللي هي يبقى ان الشخص هنا قلقان اكتر من اللازم وقلقان اكتر من ما يجب. القلق عموما بيبقى جزئين، جزء قلق ايجابي وجزء قلق سلبي. الجزء القلق الايجابي اللي هو كلنا ممكن نقلق، انا اقدر اقلق قبل الامتحان بتاعي فذاكر كويس، اقدر اقلق قبل الشغل بتاعي فحضر نفسي كويس، ده قلق ايجابي يدفعني الى ان انا احضر واوضب نفسي. وفي قلق سلبي اللي هو اذا زاد القلق عن حده يقلب لضده، يخليني اتلبش زي ما بنقول، يخليني مش عارف اتحرك في المجتمع، يخليني متلخبط. فالقلق لما يبقى زيادة، وده حصل عند ناس كتير، اصبح ملخبط الدنيا، واصبح انه ظهرت حتى لما نيجي نشوف في خلال من الثورة من اولها، اصبح ايه؟ انه مثلا في الاول خالص كانت المظاهرات الفئويه هي اكتر حاجه وضحت بعد الثوره. الناس كلها قلقانه، ان ما كنتش هاخد مرتب زياده دلوقتي مش هاخد، فتعال نعمل يعني مظاهره فئويه تظاهر. نقول عاوزين نزود فلوسنا، وده يزود فلوسه. يعني اصبح في نوع من انواع التوتر والقلق اللي دفع الناس الى انها تسلك سلوكيات مش مظبوطه، مش منطقيه. مش منطقيه بمعنى انه لو كل الناس عاوزه تاخد حته من التورته ماشي كبيره، طب المنطق ايه؟ ان احنا نعمل التورته الاول وبعدين نقسمها، مفيش حد هيقسم التورته من قبل صحيح ما نعملها. صحيح. فالمنطق يقول تعال نشتغل وبعدين نقسم التورته، مش نقسم التورته والله اعلم هنشتغل ولا لا. طيب يا دكتور، انا ابتديت احس ان في فعلا اثر سلبي على البعض. ده كان مباشره بعد الثوره ولا يعني اعتقد ان فبراير ومارس كان لسه الناس حاسه بمكتسبات الثوره اكتر، بعد كده المطالب ابتدت زي ما حضرتك قلت تزيد، وابتدت الناس تشك في حاجات كتير وتبتدي تخاف من اللي هيحصل وايه اللي هنوصل له وتغيير الحكومات، يعني كان في احداث كتيره سريعه. فامتى ابتديت تحس فعلا ان في تغيير بدا سلبي عليه؟ بصي، في الاول خالص فعلا التغيير لما حصل، الثوره لما حصلت، الناس ابتدت تقول خلاص احنا يعني من كان فاعلا لما نحن فيه مشي، وبالتالي احنا فابتدينا نحط توقعات وتصورات اكتر من الحقيقه واكتر من الواقع، فاصبحنا حالمين. قعدنا نحلم شهرين ثلاثه، ثم بقى ابتدينا ندور على تنفيذ هذا الحلم. من يمكن من الشهر الثالث ابتدت يبقى فيه الازمه. ليه؟ لان اولا سقف احلامنا عالي قوي، وبقينا خلاص احنا كان اللي معطلنا من حكومه ونظام ورئيس والاخر، طب مشي، طب ويبقى ايه اللي جاي؟ يبقى لازم حاجه مختلفه تماما. كل ما يعلى سقف الاحلام الاحباط بتاعنا يبقى شد، فاحنا ما لقيناش اي حاجه، لدرجه ان الناس كانت بتقول ايه؟ انه الفلوس اللي واخدينها الحكومه السابقه والاخره مش عارف كام مليار والاخره، ابتدوا يوزعوها على بعض ويقولوا كل واحد مش عارف ليه كام والاخره. يعني ابتدى يبقى في احلام ورديه تماما، وبعدين اكتشفوا بعد شويه ان لا مش الأمر هنقدر نجيب الواقع. فلوس ولا مش عارف هنقدر نعمل، اصبح في احباط. الاحباط ده بيولد عدوانيه، بيولد اجريشن، بيولد نوع من العنف،
ما بين الناس، فابتدى يظهر شويه انه في عنف، في قدر من العنف موجود، وابتدى ده يبقى في مشكله حقيقيه في علاقه الناس ببعضها، وابتدى يبقى طيب تعالوا ننشئ احزاب، تعالوا ننشئ حاجات. طيب المفروض انه تصور الناس برضك ان الاحزاب دي هتحط اول حاجه مصر في الاول، صحيح، وبعدين اي حاجه تانية. لا لا، الحكايه مش كده، الحكايه كل حزب عاوز هو واخد. طب ما احنا كنا بنعيب على حد واحنا بنعمل لا، نفس الانقسامات الشيء كترت اكتر بالظبط. كمان. طب يا دكتور، يعني عشان قبل ما نختم، اهم حاجه لازم نعرفها من حضرتك دلوقتي، ازاي ممكن نتغلب على يعني هذا النوع من القلق؟ انا رايي لازم نتفائل كلنا. مصر ست جميله حلوه، بتقدر تستحمل كتير، وام حنونه، ودايما كان عليها غزاه من اول الهكسوس لغايه النهارده، والغزاه دول كانوا بيحاولوا ينهشوها انما كانت واقفه باستمرار. انا متفائل وشايف انه حتى التغيير اللي ممكن يحدث حاليا وبسرعه ممكن يبقى متلخبط، وده طبيعي ومش منتظر انه نقلب من اليمين للشمال، انما في درجه في الوسط هيبقى فيها لخبطه، وفي احزاب، وفي لخبطه في الاحزاب وفي الانتخابات، وحزب مش عارف ده مش عاوزينه وده عاوزينه وده نجح وده مش نجحش، كل اللخبطه دي. انما هنطلع من ده. انا الشعب المصري مر عليه ازمات كتير، ودي ازمه من الازمات وهيعدي، بس عاوزه انه نحط مصر قدامنا بشكل او باخر. ده لما ابقى واقعي او اكثر واقعيه هيقل قلقي، لان انا مش هبقى متوقع ما لا يمكن حدوثه. يعني نتعامل مع الوضع الحالي كأنه وضع مؤقت، وأنه يعني سرعان ما يزول، يزول وكده نقدر نتغلب، مع أن كل يوم بيبقى فيه أحداث كتيرة طبعا وأحداث جديدة طبعا. ممكن تكون بتخوف الناس ده أكتر. احنا علينا، ده احنا كمواطنين، انما في جزء تاني على مثلا الحكومة، فكرة ان انتشار الامن ده حاجة مهمة، ده حاجة أساسية جدا يعني انه نبدأ. وانا نعانينا من الانفلات الأمن. بالظبط، وانا رأيي انه الفكرة هي ايه، انه الشرطة كانت طول الوقت بتصطدم بالمتظاهرين. بلاش نتصادم بالمظاهرين، مالناش دعوه، خلي الملف ده على جنب، وخلونا في ملفات كتير في الامن، المرور، البلطجيه، الحراميه، يعني في حاجات كتير تعالوا نصدر ليها، ونسيب ملف المتظاهرين على جنب. ده هيخلي حتى المتظاهرين يبقوا معانا مش ضدنا، يبقوا صحيح، معانا بمعنى انه السكه تبقى سالكه، ومش يعني يبقى ما فيش ما يمكن ان يعيق حركه الانتاج في مصر. صحيح. دكتور عايد المدني، استاذ الطب النفسي جامعه الازهر، بشكر حضرتك جدا، العفو. نورتنا. مشاهدينا استنوا معانا، لسه معانا فقرات جايه في نهارك سعيد.